الفريق الوطني يواصل استعداداته لمباراة يوم غد أمام منتخب بلجيكا، ثاني مباريات دوري المجموعات من مسابقة كأس العالم في قطر 2022. ما تابعناه اليوم لحق كل من نصير المزراوي وأشرف حكيمي بحصة التدريب الجماعية هنا في ملعب الدحيل، وهو ما تطرقنا له يوم أمس في برنامج المونديال. هذا المساء عمل كبير من طرف الطاقم الطبي لتحضير اللاعبين معا، نعرف جيدا الدور الكبير الذي يلعبه نصير المزراوي وأشرف حكيمي والخصاص على مستوى مركز الظهير. أؤكد مجددا أن نصير المزراوي وأشرف حكيمي يتدربان بشكل طبيعي بشكل عادي جدا هنا في ملعب الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، المجموعة بأكملها تبدو جاهزة لمباراة يوم غد أمام منتخب بلجيكا.